السلام عليكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو اريد ان اشير فقط الى ان العديد من الاخوه يقومون بتثبيت العديد من البرامج على الويندوز، وبالتالي تجد الويندوز يصير بطيئا مع الوقت. ربما لا يعرفون بانه اي برنامج تقوم بتثبيته في الغالب تجده يعمل في الباك جراوند. لاحظوا، ها هو الباك جراوند. نذهب الى تاسك، ثم منها نذهب الى هنا السيرفيس او بروسيسور، وستلاحظون ان لاحظ مثلا مايكروسوفت ايدج، العديد من البرامج تعمل في الخلفيه حتى بعد غلقها، وتؤدي دائما الى استهلاك البروسيسور او المعالج والميموري، وتحد من اداء وكفاءه الجهاز. لذلك انصحك بعدم تثبيت البرامج التي لا تحتاجها ولا تستعملها بشكل يومي. نبدا في الفيديو. الفيديو هذا متعلق بكيف نقوم بعمل انستال وإلغاء تثبيت للبرامج الافتراضية. أتكلم هنا عن مايكروسوفت إدج أو متصفح مايكروسوفت. طبعا النسخة القادمة هذه الإكسبلور لم تعد موجودة، وربما موجودة، لكن الذي يحتاج إلى حذفها يستعمل نفس الطريقة أو أي متصفح افتراضي لم تستطيع تثبيته. لاحظ أنا عندي ويندوز 11، لو نذهب من هنا إلى سيتينج، هكذا من سيتينج اذهب الى ابلكيشن هنا او برامج، ومنها ندخل على انستال ابلكيشن ونبحث عن مايكروسوفت ايدج. هو نذهب الى هذا الخيار، لا نجد خيار انستال، يعني غير متاح الغاء تثبيت هذا البرنامج عكس البرامج الاخرى. مثلا لو ذهبت الى اي برنامج اخر سنجد انه يمكن حذفه. هذه هي مشكلة البرامج الافتراضية، يتعذر إلغاء تثبيتها. إذا كيف نقوم بإلغاء تثبيتها بشكل احترافي؟ كل ما عليك تذهب إلى موقع هذا الملف، أو مباشرة من هنا ادخل على سي كورس سي، منها اذهب إلى بروجرام فايل، منها اختر مايكروسوفت. أين هي مايكروسوفت؟ ها هي. ثم ايدج، ها هو ايدج، ثم ابلكيشن، ثم ادخل الى المجلد هذا الذي على شكل هذا اصدار البرنامج. دائما يتغير حسب اصدار البرنامج، اذا قد يختلف من شخص لاخر. ادخل عليه ثم ابحث عن ملف انستال هذا، افتحه. هنا اذا ها هو المسار علينا حفظه، بروجرام فايل مايكروسوفت ايدج ابلكيشن، ثم الرقم المجلد هذا او رقم الاصدار، ثم انستال. بعدها هنا عندما تصل الى هذه الخانه قم بمسح هذا المسار هذا هنا في الاعلى، قم بمسحه هكذا واكتب cmd، ثم انتري. سيقوم الويندوز بفتح نافذه cmd. نعم، الآن سأحتاج إلى نسخ هذا الأمر. أين هو؟ موجود هنا، سأترك لكم هذا الأمر أسفل الرابط. طبعا هذا يعني في المتصفح القديم الإكسبلورر. إذا أنا عندي متصفح الإدج الموجود في 10 و11، لا يهم، هذا رقم قديم. أنا ما يهمني الآن هو هذا، هو هذا الأمر. قم بنسخ هذا الأمر بهذا الشكل بسيطة، ثم اذهب الى هنا وقم بعمل لصق، ثم انتري. لاحظوا قام بعمل ريفرش وتم حذف هذا الملف، تم حذف هذا الملف. لاحظوا اختفت الملفات التي كانت موجوده هنا، لا ادري اذا كان سيتم حذف هذا ايضا. اذا تم حذف الاكسبلورر. حتى لو نذهب الى سيتنج نفس الشيء، اعمل الفلاش. نعم، هو مايكروسوفت ايج لم يعد موجود وتم حذفه. هذا الخاصة بالابديت هذه، لكن مايكروسوفت ايج لم يعد موجود. اذا كانت هذه هي طريقة يعني الغاء تثبيت الغاء تثبيت مايكروسوفت ايدج او المتصفحات الافتراضيه عموما للويندوز. اذا كان هذا كل ما عندنا في هذا الفيديو. اخوان، دمتم في امان الله، والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت.
فيفرته.